اقول لك اذا شارك بمسلسل معاويه مجبور اركب خيل. مو للعد شلون لازم تكون فارس في المسلسل. لعد شلون لعد شلون استاذ وائل استاذ وائل يا حبيبي قول قول يعني جل احترامكم كنت بمصر فركبت خيل ايه فقلت انا ما طولها صحراء خل اصير فارس فقلت له اريد قلت لهذا ابو الفرس قلت له اريد يمشي كل سرعته المهم هو قال للفرس قال له هي كان الحصان يصير ارض الله تبو كان بس الفرس راح لا بشرف والله نور يا حود حبيبي نور يا ابو حميد والله لازم تركب خيل طبعا لازم تركب خيل لازم منور يا ابو حميد لازم تركب خيل لازم يكون فارس لازم تتعلم على القتال بس احتاج وقت استاذ وائل في تدريبات طبعا كم يعني شهر تقريبا ايه التدريبات مو تبع الخيل الخيل لا الخيل لازم تكون فارس يعني لازم تكون تركب خيل بس المشهد مو مطلوب مني طويل استاذ وائل يعني لا 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 كثير بس استاذ ناصر تدري خايف ان انت لابس هاي القبعه مال الحرب وكذا درع وصاحب فارس احنا فارس انا اي والله والله 24 ساعه مهزوم استاذ ناصر انت شو تفضل معلش عفوا انا بعتذر من يعني انا ما بعرف وحق علي انه انا ما بعرف لا ايش دعوه عادي الله يخليك انت بتغني ناصر شاعر انا اخوك شاعر من قطر من قطر يا عيني عليك يا حبيب قلبي سمعنا يا حبيب